والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحضور الكريم، يا من تقفون مع الحق مناصرين وللباطل مقارنين، وإلى رب السماوات العلى مفتهرين، داعين رافعي الأكف والنور، طالبين نصرة للمظلومين والأسرى والمغيبين، وللباطل قائلون قول رب العالمين وناصر المستضعفين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب المنقلبون. لقد غيرت العصبة الجاهلة من آل خليفة وأتباعهم أبناءنا وأطفالنا، الذي لم تتجاوز ذلك النام عمار بعدهم الخامسة عشر، بتكبير طفولتهم في غياهم سجوننا بتاريخ 18 أبريل 2013 ميلادي، حيث كانوا في بيت أحد الأصدقاء فداهمه وهجم عليهم المستوردون الذين استوردتهم آل خليفة بالأردبة والفساد وهتك الحرمات وما إلى ذلك من سبيل. ونقول إلى من يتساعد ويتخابر مع هؤلاء الفسدة في البلاد، عدوا جوابا إلى يوم الحساب، يوم يقول كفوهم إنهم مسؤولون، فهم المسؤولون ومن يتبعون من العائلة المنتهية الفاسدة، مسؤولون أمام الله تعالى عن هتك الحرمات وحرمان أبنائنا دراستهم وحقهم في العيش بسلام وأمان، وتعذيبهم وتجويعهم والتنكيل بهم لمدة عام كامل دون أي محاكمة عادلة. وهل يوجد عدلا في محاكم بلادا يحكمها الفاسدون؟ ومن هنا نقول إلى الحاكم الذي اتخذ الهوى سبيلا والعقل مكبلا سجينا، نحن شعبا مسلما لن نخضع ولن نسكت ولن نستكين بأن يحرق قرآننا ويهدم مساجدنا وتهتك حرماتنا ويدرس الباطل في مدارسنا. فقد كان ابني سابقا عندما يعطيه قصيدة في المدرسة يأتي فرحا يرددها بين إخوته، ولكن يوما أتاني ودمعة في مقلته مشمئزا مستنكرا لا يريد أن يردد قصيدته، فقلت ماذا دهاك يا بني؟ فقال يا الله ألا تعلمين بأن قصيدته مفسدة تحمل حديث مجدا لعائلة آل خليفة، وهذه عائلة لا تحمل أي مجدا وهي في بلاد عاما استوردت معربدة، سجنت أخواني وقتلت أبا صديقي في المدرسة، فماذا أردك لهؤلاء الفسدة؟ أهل يملكون مجدا لكي أردده؟ يا الله يا الله، فهم من حرقوا القرآن وهدموا المساجد وهتكوا الحرمات، فهذه أكبر مفسدة. فليذهبوا إلى مزابل التاريخ، فليذهبوا إلى مزابل التاريخ، فقصيدته لن تنمر لأنها مكيفة. لن نعلم أبناءنا بأن أنتم مجدهم، لا الله، فمجدنا حسيننا ومآكمنا أفضل مدرسة. كم طاغية قبلكم قد حارب حسيننا فلم ينال المرأسة، هو الرئيس حسيننا في السماء وأرضها وأنتم المزبلة المطنزة، هو الرئيس حسيننا في السماء وأرضها يحمل ثقل رسالات السماء بثورة مخلدة، فضله الله مع الآل الكرام في جنات عدن مخلدة. فعدوا فلن نعود ولن نلين، فلن نعود ولن نلين، وعن طلب الحق لن نستكين. فعدوا ما استطعتم من القصيد، فعدوا ما استطعتم من القصيد، فمزبلة التاريخ تنتظر قصيدكم مع قصيدة من
يكن مرتبا. يسقط حمل، يسقط حمل، يسقط حمل.